يعني حافظي كما شفنا ان ملي خرجوا قالوا انه تصاب في حصه تدريبيه انا ما تقتش داك الخبر لان جا في واحد الوقيته ديال النقابه ديال هذا وغادي نجبد لكم علاش بالدليل. شتي الماتش مع خالد بايوسف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع اخر فيديو اللي هضرنا فيه على الولفلي وكيفاش تفاعلتوا مع الموضوع. الحمد لله ان الكونت ديالو ديال الانستغرام راه في تقهقر باش يعرف ان الرجاء البيضاوي هي اللي عطاتو قيمه، الرجاء البيضاوي هي اللي عطاتو اسم اللي ما كانش غادي تعطى ليه وكان بقى في بلادو. الجمهور الرجاء البيضاوي هو اللي عطى واحد القيمه اللي ما تعطى ليه في حتى شي نادي، خصو يعرف هذا الشيء. دابا غادي نخليو الولفلي ونهضروا على سيهم الحفيظي. قبل ما نبداو بغيتكم ان كجماهير الرجاء البيضاوي انكم تخليو العاطفه جانبا ونهضروا على الفريق، لان خص العشق ديالكم والتشجيع ديالكم خص يكون للفريق ماشي للاشخاص، لان الاشخاص كاين فيهم اللي كيبقى وفي للنادي وكنعطيوه القيمه ديالو مع كل احترام، وكاين اللي كيغدر ولا كيخوي بالنادي والتاريخ راه كيزيحو وكيحيدو للجنب. باش نكونوا واضحين، يعني الحفيظي كما شفنا ان ملي خرجوا قالوا انه تصاب في حصه تدريبيه انا ما تقتش داك الخبر لان جا في واحد الوقيته ديال النقابه ديال هذا، وغادي نجبد لكم علاش بالدليل. الحفيظي مشات للفرقه جنوب افريقيا ما مشاش معاها قبل من هذا الشيء، المقابله اللي لعبات هنا ميتولي كان في المدرجات وما كانش حفيظي. يعني واش ديك الاصابه ما خلاتوش انه يجي يحضر المدرجات؟ كي دايره ديك الاصابه؟ وعلاش الصحافه وعلاش النادي ما خرجش يقول لنا ها الاصابه ديالو ها المده اللي غادي يدوز باش يتشافى؟ نخليو هذا الشيء. المهم مشاو لجنوب افريقيا ما مشاش معاهم، جلس هو يعيد، جلس عيد مع ولادو، رجعوا وجات المقابله ديال وجده ما مشاش معاهم. فات المقابله ديال وجده، جات المقابله جنوب افريقيا هنا ما مشاش معاهم، ما جاش ما حضر ما والو. هذا الشيء اللي كيبين لنا ديك الكلمه اللي قال بانون، واحد الجمله قالها بانون وتا شي واحد مركز فيها، تا شي واحد ما حللها. اش قال بانون؟ قال لي المدرب اخر جديد جاي يوجري عليه حتى هو. هذه جمله خصنا نفهموها، هذه جمله اللي تقالت وحتى شي واحد ما رديها البال. هذه الجمله اللي تقالت والمكتب ما رديهاش البال، يعني ان الحفيظي هو اللي كيدير ديك النقابه، الحفيظي هو اللي كيدير ديك الشوشره للفريق. هذا راه كلام خطير اللي قال بانون قبل ما يمشي. قال لي مدرب جاي جديد يوجري عليه حتى هو. اش كيدل هذا الشيء؟ انه هو اللي جرى على المدربين الفايتين، يعني انه هو اللي دار النقابه. باش ما يبقاش فيكم الحال ملي تشوفوا سند الورفلي هو براني جات معاه، انت اللي ولد البلاد اللي هزات كراجه ملي كتمرض ولا شي اصابه كيدوك افخم المستشفيات ودرتي ثروه مع الرجاء ودرتي اسم وثروه. عرفنا شحال كنتي كتخلص وعارفين شحال كتسال الرجاء وعرفنا انك غادي تشد فلوسك عند الرجاء وعرفنا شحال كتخلص وشحال الثروه ديالك وشحال هذا في الاخير المطاف. هكا باش كترد الجميل، هكا باش كترد الجميل. ونرجعوا للمدرب التونسي اللي كيبان ليا من اذكى المدربين. علاش؟ هو دخل على الفريق مازال دوك اللمسات ديال السلامي مازالين، مازال الروينه نايضه، كاين النقابه، كاين هذا ما حامل هذا صاحبو، هذا خصو يدخل ليه هذا، ما فهمناش واش بغاو يوليو كلهم مدربين. المهم فاش دخل اول حاجه حاول انه يروض ديك النقابه يردها معاه ماشي ضده. اولا متولي عاقبو ردو انه يرجع معاه كما شفنا انه ولا شد الطريق متولي. بن حليب ديك العياقه ديالو ديك التصاره ديالو حاول انه يروضو باش يدير عقلو يعرف ان اي خطوه ماشي هي هذيك غادي يخرج لبرا ولا شد الطريق. لقى النقابه كيحاول يروضها تولي معاه، يعني ودار واحد القضيه اخرى ان في اي بوست كاين فيه جوج كيتنافسوا، اي بوست كتلقى جوج، هذا خايف هذا اللي يدير ليه البوست، هذا خايف هذا، وخلى واحد المنافسه شريفه بيناتهم. دابا ما يمكنش انك انت لاعب الرجاء تعرف التشكيله باش غادي يدخل، شحال هذه راه اي رجاوي صغير كبير كتبغي تلعب الرجاء كيقول لك انا غادي ندخل في الديفونس، ها الميليو ها لاطاك باين صافي باين السلامي اش كيدخل هذا شي وحدين راه الغبران نايضه في رجليهم عمرهم ما دخلوا، لكن هذا داير عمليه المداوره، هذا كيدخل
مره اخرى كيدخل الاخر كيشوف شكون اللي زوين. بوطيب خايف من من, من الاخر المذكور، هذا خايف من هذا، هذا خايف من هذا، جبيره خايف من الاخر. شكون اللي نقدر ان نقول انه ما لقاش باش غادي يبدا يشونجيهم؟ هو الهدهودي مع الحداد، لان سند راه مازال متمرد، وخرجت واحد ستوري في الانستغرام ديالو، دار ستوري في التيران وهالكوداس، هاد التيران هالكوداس، وفين راك انت؟ واش انت هاد الاصابه ديالك اللي مشكوك فيها، الاصابه ديال الحفيظ اللي مشكوك فيها، واش هاد الشيء حيت ما تخلصتوش؟ نحللو دابا حنا، شوف نمشيو معاه، واش هاد الشيء حيت ما تخلصتوش؟ راه مالونغو نقوم حتى هما راه ما مخلصينش. راه كاين فرق بين ما مخلصش واحد داكشي اللي كيشد الا ما بقى ما يشد راه ما يلقى ما ياكل، وبين نتوما اللي باغيين فيلات وباغيين طوموبيلات جداد وباغيين 800 مليون، راه كاين فرق. فلوسكم مضمونه، النادي الا كان كيمر من 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 ضائقه ماليه راه كان كيخلصكم، فاش ما كانش كيمر من ضائقه ماليه، فاش كان مزيان راه كان كيخلصكم، باش ما نجيوش نردوا ليه الجميل نهار كيدخلوا الفلوس كتخلصوا، وراه حتى شي واحد ما مشى ليه رزقه، لا في الرجاء لا في الوداد لا في الانديه المغربيه. فلوس كتشدهم تشدو، يعني كتشوف دوك البرانيين بجوج ما لونغو ونغوما، هادوك خص تعطاهم شي جائزه من اللي بغيو يمشيو، لان هادوك هما اللي عطاو درس لابناء النادي كاملين، عطاو درس لابناء النادي كاملين. نغوما بقى صابر في لوبو مع السلامي وعانى، عمرو ما قال لهم ما نجيش لونطريمو، عمرو ما قال لهم اصابه بالعاني، بقى حاضر راسو كيتقاتل حتى جا المدرب اللي غادي يعطيه حقه. مالونغو عمرنا ما سمعنا منه انه ما هبطش التريني، انه هذا، وتصوروا ان مشاو لبلادهم، مشاو لبلادهم ودايرين لي فيديو كيقولوا الراجا دي ما راجا هذا، شو النفس اللي في اللي تخلقات فيهم. ونرجعوا نتفكروا واحد اللاعب اخر اللي هو كوكو، اللي مشى دار اكاديميه كره القدم في بلاده وسماها الرجاء البيضاوي. هذا خص يعطيكم درس نتوما ولاد البلاد، نتوما ولاد المدرسه. الحافظ شكون اللي كان غادي يعرفك الحافظ؟ الثروه شكون اللي دارها لك غير الرجاء؟ وي كتخدم كتخلص، ولكن انت درتي ثروه من هذا النادي، درتي اسم من هذا النادي، الجمهور كيحترمك لواحد الدرجه ما كتصورش، لا انت لا ملي تولي ما تخويوش، شوفوا غير في وجه الجمهور، ما تشوفوش، شوف حتى الا النادي ولا المدرب ولا شي واحد دار لكم شي حاجه، شوفوا غير في وجه الجمهور. اذا كاين الاصابات اللي خص الاداره تخرج تقول لنا واش هذا مصاب واش هذا كيتمرد. صافي كاين اللي مصاب وكاين اللي كيد. ملي قالوا لي انا مصاب الحفيظي عرفت انا راه ما اصابه في لونطريمو، هو كيتقاتل في الرسميات وما كيتصابش، يتصاب في لونطريمو، الاخر عاود مصاب، هذا مصاب هذاك مصاب، اش هادشي؟ واش كتصابوا قسم ما بغيتوا؟ كتختاروا لي ماتش اللي تلعبوا واللي ما تلعبوش؟ هادشي خصنا نعرفوه، وهذا غير وجهة نظر ديالي، لأن جا السيد اللي بغى يخدم، شفنا الابتسامة باش جا والفرحة باش جا باغي يخدم المدرب التونسي، لكن ملي اصطدم بأشياء اللي ما كانش معول عليها شفنا كيفاش الملامح ديالو تبدلات، ولكن برافو عليه أنه قدر أنه يروض هادو اللي داكشي اللي لقى قدر أنه يروض ويولي معاه ما يوليش ضده. أنا وصلنا آخر الفيديو، بغيت الآراء ديالكم في لي كومونتير، وشي لايك إلا عجبك الموضوع. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.